كانت لحظة مدهشة في تاريخ البشرية، ما زالت تخالط أحلام الشعوب وطموح الحكومات. نعم، أدهش آباءنا أول إنسان يمشي على القمر، وأسرها حكيم في قلبه ورؤيته. مضت 5 عقود ليأتي رجال لا ينتظرون طلوع القمر بل الطلوع إليه. الطريق إلى فوهة أطلس. الإمارات تنطلق اليوم في أول رحلة عربية إلى تابع الأرض الأشهب، القمر.